انا فوفة من قناة دلوعة في مطبخي. النهاردة حبايبي عملنا بيتزا بكذا نوع حشوة، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بس الاول زي ما تعودت منكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة هتعرفوا تعملوها وهتكونوا اساتذة فيها ان شاء الله واحسن مني كمان. شايفين عاملة ازاي والموتزاريلا بتمط ازاي؟ هقول لكم على طريقة ناجحة جدا للموتزاريلا علشان تمط المطة دي وتبقى جميلة. عملت كذا نوع وان شاء الله بإذن الله هقول لكم برضو على مقاديرها المظبوطة. بيتزا رهيبة كشكل وطعم وكل حاجة، شايفين هشة ازاي، جميلة جدا جدا جدا، يعني حاجة كده من الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل صلاة وسلام. النهاردة يا حبيبي هقول لكم على طريقة للبيتزا بإذن الله. هي بصوا هي شبه البيتزا الإيطالية، تمام؟ الفرق بينها وبين البيتزا الإيطالية ان احنا بنحب العجينة البيتزا عامة بتبقى طرية، بتبقى هشة، بتبقى جميلة، بتاخد وتدي كده ايه لما نيجي ناكلها. لكن البيتزا الإيطالية بيحبوها مقرمشة، تمام؟ هو ده الفرق. لكن المقادير جميلة جدا وهتعجبكو، العجينة هتاخد وتدي معاكو، هتبقى حلوة قوي قوي قوي. متنسوش يا حبايبي تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. بصوا يا حبايبي احنا طبعا عارفين كلنا كيلو الدقيق بيبقى 7 كوبايات، تمام؟ انا عايزه 6 بس، يعني هنشيل من الكيلو كوبايه. المعيار الواحد 6 كوبايات دقيق، تمام؟ انا هعمل معيارين فهضاعف الكميه. هقول لكم مقادير المعيار، ولو عايزين تعملوها معيارين زي تضافوا الكمية. 6 كوبايات دي المعيار، 2 كوباية حليب، تمام؟ الحليب يكون دافي، يكون زي دمعة العين كده زي ما قلتلكو. 6 كوبايات دقيق، الكيلو نشيل منه كوباية. مثلا السوبر ماركت مديلكوا الكيلو اقل من 7 كوبايات او اكتر من 7 كوبايات، فانتوا تعايروا 6 كوبايات، تمام؟ 6 للمعيار، والكل معيار بالطين. انا عامله 4 عشان هعمل 2 معيار، والكل 6 كوبايات دقيق، 2 كوباية حليب دافي، 2 كوباية حليب دافي، البيض بدرجة حرارة الغرفة، تمام؟ لكل معيار 1 ربع كوباية زيت، وبرضو لكل معيار 1 كيس خميرة فورية، كيس 1 و2.5 معلقة كبيرة سكر، تمام؟ ولكل معيار 0.5 معلقة صغيرة بيكنج باودر، طبعا رشة ملح. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا دلوقتي هعاير بنفس المج اللي عايرت بيه الدقيق، هعاير بيه الحليب. هحط 4 مجات، ليه؟ لان انا هعمل معيارين. لو هتعملي معيار واحد يبقى زي ما قلتلكو 2 مجات حليب فقط لا غير، والحليب يكون دافي. بقيه المواد تبقى بدرجه حراره الغرفه. جبنه الموتزاريلا، اول ما تنوي ان انت تعملي البيتزا تشيليها من الفريزر لو موجودة عندك في الفريزر، لو لسه هتشتريها تجيبيها قبليها بفترة. انا عايزاها الجبنة الموتزاريلا برضو تبقى بدرجة حرارة الغرفة. انا دلوقتي حطيت الخميرة والسكر، نحط اهو، هقلب بقى كويس، تمام؟
زي ما قلت لكم يا حبايبي، كل ما تيجوا تعملوا البيتزا تبقى كل حاجة، كل مكوناتها تبقى بدرجة حرارة الغرفة إلا الحليب. الحليب يكون دافي، تشغلوا عليه النار ثانيتين كده وتروحوا طافيين عليه، تمام؟ عشان الخميرة مش بتتفاعل إلا لما بيكون الحليب أو المية دافيين. انا هعجنها بحليب، لو حابين مش متاح عندكم الحليب في الوقت ده عجنوها بمية عادي جدا تكون دافية، تمام؟ دلوقتي ضفت البيض، تمام، وضفت ايه الملح. ضفت الملح ليه؟ احنا دايما بنضيفه على الدقيق عشان الملح عايزاه يدوب كويس جدا. الحبيبات بتاعته اللي هو عندي ده اتضح لي ان هي البلورة بتاعتها عريضة شوية، تمام، فايه لازم ادوب الملح كويس جدا، فروحت حطاه في المحلول ايه السائل. دلوقتي هحط ايه الزيت، لكل معيار ربع كوباية زيت، تمام، تقلبه عادي جدا زي ما انتوا شايفين بايديكوا بمعلقة بأي حاجة بالسباتشيلا أي حاجة، تمام. بعد ما خلاص دمجته كله في بعضه وتأكدت ان البيض ما بقاش ظاهر خالص، تروحوا بقى ايه ضايفين نص كمية الدقيق وعليها البيكنج باودر، لو تفتكروا العجينة دي غير العجينة الأولانية خالص اللي انا كنت عاملاها، دي مقادير والتانية مقادير. دي زي ما قلت لكم العجينة بتاعتها شبه العجينة الإيطالية بالظبط، الفرق بينها وبين العجينة الإيطالية ان دي ناعمة طرية هشة. العجينة الإيطالية الإيطاليين بيحبوا قوي قوي العجينة تبقى مقرمشة هما بياكلوها، شايفين. تفضلوا بقى تدمجوا الدقيق مع الخليط كويس. بالنسبة للدقيق كل دقيق طبعا كل نوعية بتختلف عن التانية، لو حسيتوا زي ما قلت لكم معوداكم في اي معجنات حسيتوا ان الدقيق العجينة ناشفة قوي، حطوا حبة حليب او حبة مية قليلة، حاجات قليلة لا تسكر، تمام، يعني مثلا اقل من ربع كوباية علشان ما تبقاش لينة قوي تضطروا تحطوا دقيق تاني، تمام. لو سايله قوي تحط حبه دقيق وان شاء الله ايه هتظبط معاكم من اول مره، المقادير دي مظبوطه جدا جدا، بس نوعيه الدقيق هي اللي بتختلف من نوعيه للتانية، عشان كده ممكن ايه تبقى مظبوطه معايا تبقى مع حد تاني الدقيق لين الدقيق ناشف كده، يعني فاهمين. دلوقتي حبايبي انا عايزه العجينه زي ما انتوا شايفين كده ما بتلزقش خالص في الايد، طبعا دي المرحلة الاولى في العجن، بقى اللي هعملها دي المرحلة التانية، افضل بقى زي ما تعودنا نعذب فيها وتعذب فينا، نفضل يعني نعجنها كويس قوي قوي حوالي 10 دقايق، تمام، من 8 ل10 دقايق لغاية ما تحسوا ان العجينة في ايديكوا ناعمة جدا، تمام. لو في عجانة يبقى حلو، مفيش عجانة يلا ده احنا بنعمل بايدينا. عجينة البيتزا دي حلوة قوي قوي هتعجبكم جدا جدا، وطريقة الحشوات اللي انا هقول لكم عليها هتكون مختلفة وجميلة بطريقتي من مطبخي، من مطبخ دلوعة في مطبخي، تمام يا حبايبي. ف ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم، هتبقى حاجه كده من الاخر. العجينه هشه جدا وطريه قوي قوي، يعني بجد بتاكلوا بيتزا من الاخر شايفين العجينه انا عايزاها كده تبقى لينه خالص. خلاص انا كده عجنتها، اروح اعملها بقى ايه اعملها زي كرة كده واروح احطها في الطبقة واغطي عليها، هحاول ايه اسيبها تختمر بقى يعني من ساعة لساعة ونص، اقل من ساعة على حسب المكان اللي انتي هتحطيها فيها عشان تختمر، تمام. زي ما انا قلت لكم كده هسيبها
تختمر. دلوقتي يا حبايبي هنعمل اول حاجة الصلصة. الصلصة التوابل بتاعتها توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، تمام، وزعتر، ملح وفلفل اسود وزعتر، ومعلقة سكر، تمام. دي التوابل، وفصين توم، وحبة صلصة، يعني قيمة 4 معالق صلصة، تمام، وحوالي من 2 معلقة ل3 معالق كاتشب، تمام، وطبعا معلقة خل. اول حاجة هنفرم التوم، اول ما يبقى لونه هيبتدي يصفر كده تروح حاطين الصلصة. خلوا بالكم يا حبايبي الصلصة متصفية خالص، اي تفلي فيها يتشال علشان تبقى ايه البيتزا مظبوطة، شكلها مظبوط زي المحلات بالظبط، واحلى طبعا عشان هتكون نظافة ومن ايديكو. معمول كفاية ان هي معمولة في البيت، كفاية ان الاولاد هيحبوها قوي 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 علشان هي من ايديكو. دلوقتي حطيت اول ما التوم اصفر حطيت الطماطم، حطيت الصلصة، حطيت الكاتشب، تمام، كاتشب لما تدفوه مع الصلصة بيبقى حلو قوي. عفوا. دلوقتي ايه التوابل بقى، معلقة سكر حلوة كده، معلقة توم بودر، بصل بودر، ومعلقة ملح، ومعلقة زعتر، بس معلقة صغيرة ممسوحة زعتر عشان الزعتر لما بيكتر بيمرر، تمام. دلوقتي هنعمل اول حشوة يا حبايبي. دلوقتي الصلصة يعني بتتسبك، اول حشوة هعمل فراخ، تمام. الفراخ اخدت صدور الفراخ وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين، مجموعة فلافل اصفر واخضر واحمر بيبقى حلو قوي، التوابل فلفل اسود، بهارات فراخ، ملح، وحبة ثوم فقط لا غير، ما تزودوش عن كده. توابل الفراخ دي بتبقى جمع كل حاجة، لما تاخدوا منها معلقة حلوة صغيرة بس مليانة تظبط الدنيا يعني. دلوقتي طبعا زي ما عملنا كده في الصلصة هنعمل في الفاهيتا. خلينا التوم يصفر، بعد كده رحت حتى ايه الفراخ، اسيبها بقى ايه افضل اقلب فيها، اسيبها تتشوح كده ايه وتنزل كل العصارة اللي فيها علشان ايه نشوف هنعمل ايه بعد كده. مش هنضيف الفلفل دلوقتي، مجموعة الفلافل هنضيفها يعني بعد كده، هقول لكم تابعوا معايا وهقول لكم ان شاء الله الفلفل هضيفه امتى. هفضل اقلب فيها لغاية اما ايه زي ما انتم شايفين كده المراحل بتاعتها، احط التوابل اللي هي معلقة بهارات فراخ، معلقة فلفل اسود، وملح، شايفين ابتدت تنزل العصارة اللي فيها. الفراخ عامة بتستوي بسرعة، تمام، ما تسيبوهاش على النار قوي عشان ما تتهريش، شايفين العصارة اللي فيها. اول ما احس بقى ان العصارة دي شايفين يعني خفيفة، اول ما احس ان هي ابتدت تتقل ولونها يغير يغمق حبة يعني، اروح شايلة الفراخ منها اهي، هشيل بقى الفراخ منها اصفيها من العصارة اللي هي نزلتها، او الصوص اللي هي عملته، تمام، واقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي، يعني هتبقى احلى فاهيتا، تحفة تحفة، وكمان في البيتزا بتبقى رهيبة يعني. البيتزا كانت بجد اكننا شارينها من بره، شايفين الفراخ انا صفيتها من ايه الصوص بتاعها، الصوص ده هنزل فيه مجموعة الفلافل اللي انا قلت لكم عليها، الفلافل دي مقطعة قطع صغيرة نفس القطعة بتاعت الفراخ، مش مقطعة شرايح، تمام. هدمج بقى الصوص ده مع الفلافل كلها، خلاص كده اتعملت، هنقلها في طبق بقى واروح هضيف عليها الفراخ واقلبهم في بعض كده. عملنا اول حشوة، حشوة بيتزا بالفاهيتا. طعمها جميل جدا، خرافة. الفاهيتا دي سهلة جدا، ممكن تعمليها في لحظة،
لو الوقت متأخر وجاية راجعة من الشغل وعايزة تعملي أي حاجة تكوي كده سهلة، بتبقى سهلة وبسيطة. دلوقتي حبايبي هنعمل حشوة اللحمة، دي لحمة مفرومة وهضيف ليه جزر. تمام، هضيف للحمة جزر وبصلاية مبشورة متوسطة مش كبيرة. البهارات بقى، معلقة بهارات لحمة، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، والثوم. اللحمة بقى مختلفة، اللحمة هضيف اللحمة الاول تمام مع حبة ايه زيت. طبعا البيتزا ما بتتعملش بسمنة، تمام، بتبقى معمولة بزيت، بس خلوا بالكو انا عايزة الزيت يكون فاتح، ما يكونش زيت ذرة، يكون زيت عباد. تمام، الزيت الفاتح بيفرق جدا جدا في طعم العباد، بيفرق في طعم البيتزا قوي قوي. يعني زيت الذرة بيبقى غامق وفي نفس الوقت بيدي طعم غير طعم زيت عباد. تمام، دلوقتي اول ما اللحمة ابتدت يعني تتشوح وكده، ضفت ليها البصل ني، بصل مبشور ني، وبرضه هضيف ليها الثوم المبشور ني والجزر. هفضل اقلب بقى ايه في اللحمة والجزر لغاية ما يندمجوا مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، امشوا على خطواتي وان شاء الله هتبقى احلى اكلة في الدنيا. شايفين اللحمة حلوة ازاي؟ خلوا بالكم انا ما نشفتهاش قوي، العصارة اللي فيها هتفيدني جدا. تمام، لما تبرد العصارة دي كده كده او الصوص ده كده كده بيجمد مع اللحمة، فمش بيبقى ظاهر، بس طبعا ايه ما تخلوش يبقى كتير يعني. تمام، ادي الفاهيتا يا حبايبي، حشوة من حشوات البيتزا، وادي اللحمة المفرومة تاني حشوة. الحشوة التالتة دي صوابع كابوريا، تشتروها كده جاهزة، بتبقى مغلفة كده من الهايبر او اي سوبر ماركت. تمام، انا هعمل بيتزا بطعم الكابوريا، هقطعها قطع صغيرة، مش غالية على فكرة، يعني الكيس في حدود من 11 ل 14 جنيه، مش غالية بس بتدي طعم رهيب جدا في البيتزا، بتبقى حاجة كده من الآخر جميلة جدا. تمام يا حبايبي، ادي مجموعة الحشوات اللي انا هحشي بيها البيتزا دي. الجبنة الموتزاريلا زي ما انتوا شايفين، الجبنة الموتزاريلا بدرجة حرارة الغرفة. الطماطم ده مشروم جبته وقطعته، تمام، ده سوسيس يا حبايبي جبته برضو وقطعته، وبيف سوسيس وبيف، صوابع الكابوريا، وادي الصلصة يا حبايبي، شايفين عاملة ازاي؟ لسه سخنة. ودي اللحمة المفرومة بالجزر، ودي الفاهيتا، نسيت اضيف الطبق اللي فيه الفلافل مقطعاه شرايح، وده زيتون اخضر واسود. تمام، وفي حشوة جميلة جدا، الحشوة دي الايطاليين بيستخدموها دايما، هقول لك عليها اول ما اوصلها باذن الله. العجينة شايفين عاملة ازاي؟ تضاعفت، جميلة جدا، ده يدل ان العجينة ناجحة، والخمر بتاعها بقى جميل. تمام، احاول بقى اعملها ايه زي رول كده علشان اقطعها الحجم ايه العجينة اللي انا عايزاه. زي ما قلتلكو انا عاملة ايه معيارين، عشان انا لما بعمل بيتزا الحبايب بيبقوا حابين يدقوا منها يعني. امشي ورا خطواتي والله هتعملي بيتزا جميلة جدا جدا جدا، يعني هتبقى يعني اللي هيدوقها من ايدك هيقول ان انت جايباها من بره، مش هيصدقوا ان انت اللي عاملاها في البيت من كتر جمالها. ادي حبايبي ايه
العجينة بحاول اقسمها كل كرة على قد صينية، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. متنسوش يا حبايبي تبخلوش عليا، تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. ومنتظرة الكومنتات الحلوة الجميلة اللي بجد بتبسطني جدا جدا. انتوا الحاجة الحلوة اللي في حياتي، ربنا يديمكم عليا نعمة يا رب. لو اي وصفة او اي حاجة انا تحت امركم. البيتزا دي على فكرة بالجبنة الموتزاريلا وبكذا حشوة كده كانت مطلوبة مني، بس معلش انا اتأخرت عليكي، بس اديني عملتها اهو. وان شاء الله اي وصفة انتي حباها يا حبيبتي، حابة تعرفيها او انتي مش عارفة مقاديرها قوليلي وان شاء الله هعملها لك في اقرب وقت ممكن بإذن الله. ادي حبايبي بعد ما كورت كل العجينة وقسمتها تمام، سبتها تخمر حبة تمام. دلوقتي حبايبي خليكوا معايا كده، العجينة لما تيجوا تحطوها في الصينية تضغطوا من جوه لبره، ما تجوش جنب الحروف خالص عشان تدي الشكل الايه اللي انتوا بتجيبوه من بره بالظبط. تضغطوا كده من جوه لبره، تحاولوا ترفعوها من النص ومن الحروف تبقى زي ما هي. انا دلوقتي هسيبها تخمر حبة كمان، سبتها كده خمرت حبة كمان عشان تتفرط معايا بسهولة. زي ما انتوا شايفين بضغطها من جوه لبره علشان الحروف دي تبقى منفوخة كده، تبقى ايه عكس النص خالص تمام. حاول اعملها بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده. مجموعة الحشوات بسيطة وسهلة. لما تيجوا تعملوها بالحشوات دي هتحسوا فعلا ان انتوا بتاكلوا بيتزا من برا. بيتزا بالخضار، بيتزا بالمشروم والفاهيتا، بيتزا بالجبنة المفرومة، بيتزا بايه تاني، بصوابع الكابوريا. كنت عايزة اعمل بيتزا بالجمبري، ان شاء الله هبقى اعملها لكم في مرة تانية. شايفين بعد ما عملت العجينة في الصينية وزبطتها على قد الحجم بتاع الصينية، بحاول اضغط بالشوكة كده في البيتزا كلها الا الحروف زي ما قلت لكم. ليه؟ عشان انا عايزة الحروف تبقى هي اللي منفوخة اكتر من ايه من العجينة اللي جوه. دي كلها تفاصيل بسيطة بس مهمة جدا جدا جدا. شايفين الحروف؟ يعني حتى لو سبتوها حبة كده صغيرة بعد ما عملته بالشوكة كده زي ما انا عملت، هتلاقوا الحروف زي ما انتوا واخدين بالكم اكيد الحروف عالية حبة عن ايه عن بيتزا كلها. دلوقتي هحط الصلصة. شايفين الصلصة اكنها كاتشب بالظبط، لان احنا صفينا الصلصة من اي طفل تمام. سبتها تتسبك براحتها بس في نفس الوقت ما سبتهاش، يعني ايه ما خليتهاش لغاية اما ايه تعمل طبقة كده الزيت اللي فيها. لا انا خليتها زي الكاتشب بالظبط، لو تلاحظوا وتاخدوا بالكم. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي الصلصة بوزعها كويس جدا. دلوقتي هعمل اول حشوة اللي هي باللحمة المفرومة. الطبق بقى اللي جه في ايديا حابب ان هو اللي يبقى ايه التوب بتاع الموضوع. طبعا الحشوات دي بقى الكمية اللي انتوا عايزينها زي ما انتوا عايزين. انا اللحمة المفرومة عملتها على ايه على صينيتين تمام. بصوا بقى الصينية دي لحمة مفرومة، لما كملت بقية الحشوات
بقيت اللحمة المفرومة تعمل صينية تانية، بس انا ما عملتهاش، رحت حطها في كيس حليب وشلتها في الفريزر. لما اجي اعمل بيتزا تانية هتبقى الحشوة جاهزة علشان تسهل عليا ايه الموضوع. هضيف مع اللحمة المفرومة طماطم، شرايح الطماطم طبعا متصفية خالص ما فيهاش اي نقطة مية، تمام، اللي بتنزل من الطماطم، حبة زيتون اخضر. الحشو بقى على حسب ما انتوا عايزين ايه مع ايه، وايه ينفع لايه على حسب اللي انتوا بتحبوه. ممكن عشان في مشروم ممكن كنت احط مشروم عادي، تمام، زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا حابين. انا دلوقتي خلاص اكتفيت باللحمة المفرومة والزيتون والطماطم، بضيف بقى ايه الجبنة الموتزاريلا زي ما قلتلكو، ما تبقاش طالعة من الفريزر تروح حطينها ضايفينها على البيتزا وتدخلوها الفرن وهي ساقعة، مش هتمط مش هتسيح. وطبعا على حسب نوع الجبنة، طبعا الموتزاريلا لازم تجيبوا نوع نضيف كويس، مش بالسعر، ممكن تبقى رخيصة وتبقى احلى من الغالية، خلوا بالكو يعني السعر يعني في ناس بتقول ايه لا عشان دي غالية ممكن تبقى هتبقى حلوة عن التانية، لا ممكن تبقى رخيصة. انا اعرف انواع جبن كتير سعرها معقول واحسن مليون في المرة، مليون بالمرة من الغالية، بتبقى جودتها حلوة قوي قوي. خلاص انا فردت العجينة التانية طبعا ايه علشان مطولش عليكم الفيديو، رحت فردتها ايه فردتها لوحدي من غير في كواليس الكاميرا ما وراء الكاميرا. ودلوقتي حطيت ايه الصلصة، هعملها التانية بالفاهيتا. الفاهيتا طعمها حلو قوي، خفيفه جدا، مش قادره اقول لكم بجد طعم التوابل اللي فيها، مع ان احنا مش مقطرين التوابل بس طعمها رهيب جدا جدا. ليه؟ لان انا لما بغسل الفراخ سواء بانيه سواء فرخه كامله سواء اي حاجه بعصر ليمونتين فيها، بسيبها في محلول الليمون حبه كده حلوين علشان بتشيل اي زفاره، بتبقى حلوه قوي 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 يعني، حاجه كده من الاخر بجد. اكتفيت بالفاهيتا بس، وبضيف ايه الجبنه الموتزاريلا، ودي كانت تاني طعم معانا حلوه قوي قوي قوي. الفاهيتا دي يا حبايبي حطيت عليها من فوق الجبنه الموتزاريلا كده زيتون اسود. دي هكتفي بقى ايه بالصلصه وبالجبنه الموتزاريلا بس، لان انا دلوقتي هقول لكم هحط عليها ايه. النوع اللي هقول لكم عليه ده بقى تحفه تحفه تحفه، ده نوع زي نوع اللانشون كده او البيفي، اسمه بيبروني، تمام. تروح عند اي سوبر ماركت هتجيبوه، بيبقى حلو قوي 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 للبيتزا، بيبقى طعمه رهيب. جربوه للي مش عارفه، جربوه جيبوه جربوه، وبجد يعني مش هتعملوا البيتزا بعد كده الا بيه. لما بجبن الموتزاريلا مع البيبروني تيجوا تطلعوها من الميكرويف كده او من الفرن، هتحسوا بجد ان دي بيتزا ايطالية تحفة جدا. ودي حبايبي طعم كمان اللي هو بالصوابع الكابوريا، دي بالسوسيس والبيف، بيف برجر، تمام. نحط عليها الجبنة الموتزاريلا، دي بقى هعملها ايه بمجموعة الفلافل اللي انا نسيت اصورها لكم في الاول.
اصفر واحمر واخضر اللي انا وانا بقطعها حلقات زي ما انتوا شايفين كده. البواقي بتاعتها قطعتها حتت صغيرة وخليتها للفاهيتا. تمام، بيتزا بالخضار دي بقى انا بموت فيها، بحبها قوي. بحب احط فيها فلافل كتير، يعني بتبقى تحفة بجد، بتبقى طعمها حلوة قوي قوي. الزيتون اسود او اخضر زي ما تحبوا. ودي كده حشوة من الحشوات اللي احنا عملناها مع بعض، حطيت معاها مشروم. بيتزا دي قنبلة. الجبنة الموتزاريلا بقى، دي نوع تاني عملتها بالفاهيتا والمشروم. يعني انا دلوقتي عملت بالفاهيتا 2 بيتزا. بالفاهيتا والمشروم والجبنة الموتزاريلا. ادي حبايبي البيتزا بالبيبروني، شايفين تحفة ازاي. وانا اتعمدت ان انا اخليها رفيعة قوي العجينة بتاعتها، لان تشوفوها تقولوا دي بيتزا ايطالية بالظبط. شايفين الجبنة الموتزاريلا تحفة ازاي، يعني كمان دي كان عشان بردت حبة. الجبنة الموتزاريلا ليها مطة رهيبة، شايفين رفيعة ازاي، زي البيتزا الايطالية بالظبط. دي البيتزا بالخضار، تحفة فنية يعني، حقيقة من الاخر. والطعم حكاية، كريز زي العسل. انا قلت لكم كذا فكرة من الحشوات، وان شاء الله جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. يعني بجد حلوة جدا جدا، وشايفين العجينة عاملة ازاي. اتحداكم لو نشفت منكو، اتحداكم لو نشفت منكو. عجينة طرية وهشة، طعمها جميل جدا. لو اكلتوا من العجينة بدون حشو بعد ما تستوي هتلاقوها طعمها رهيب. الحشو بقى مزودها حلاوة، يعني بجد اقسم بالله البيتزا رهيبة. شايفين عاملة ازاي بالخضار وبالزيتون والبيبروني. البيبروني جربوه للي مش عارفه، هتعجبكم جدا جدا جدا. متنسوش يا حبيبي تعملوا